وين مجموعة مسهر؟ انتم الخمسة؟ انا اسالك، انتم الخمسة مجموعة مسهر؟ انتم الخمسة، انا الخمسة الأخرى. والسادس وينه؟ عامر فهد جنب علي. الرجال مو معنا يا راعي الماء، استر هناك لو سمحت. كلها واحدة يا رجال، علشان هو نعم كلكم اخوان، لكن علشان نوزع النقاط. لا لا ناصر، ناصر عشان يوزعون عليك النقاط. انت تبغي تقعد مع الربع راحت. خل الريان معهم، خل الريان بعد. وزع عندنا لا 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 لا، في تحدي وفي علوم. ما حلبته قبل شوي. ليه تحدى يا زياد؟ تحدى. اوه صدهم، خل الصدام من بعد. خل خل حلبنا البل. شوف شوف هذا انا عارف 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 عاصم ما يعرف. انت مشكله، انت ممكن تنور عاصم شبابها. انت خذوها في قلوب. ريان يقول اخوي انا حزانا منهم. ما يقول هذا ملمسط حقوقكم، يعني الدعوه تنافس، اذا ما تبون تعطونهم النقاط. لا ما نبي. لا 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 انا ما ابغاك تعطيني النقطه. لا 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 عادي تحدي علي، احنا ما حنا نعطيه ولا نقاط. كم نقاط؟ كم؟ عادي عادي. لا لا ابشروا بالسعد. والله ما شوف ترى ما تبكم يا اخوان. يا عمي بيضره وجهك. هذه هذه آلية، آلية حط طبق لي حط قلي. انت المفروض انكم جيتوا بنقاطكم انفسكم. اللي تبي اللي تبي. علي مناحي تعطيهم نقطة. ما نبي منهم شيء، هم ما نبي منهم شيء. اقول علي مناحي جاب 500 نقطة وجالس بس يوجه ويشجع. حاط رجالي. لا تشدون يا رجال. هذا من التحدي. لانه عرف يكلف، كلف في المهمة ثلاثة رياجيل. ريان وسلطان وصلف. وش قصدك؟ كلفهم في المهمة. يعني مبارك وزياد ومحسن ما بيكلفون في مهمة. ما جاب النقاط. ما جاب لك الا ربع ونص زايدة. انت ما. انت تكلم بكلام صحيح؟ كيف؟ طبعا يا كنترول. احسن معي. ريان. ريان 500 نقطة. علي مناحي 500 نقطة. سلطان تغيم. الصلف. عبد الله. عبد الله. حسين مشرف. على 500 نقطة. نستاهل. قوي ريان، ريان زيدة. نستاهل. ما نرضى، ما نرضى. المقدم اخطا عليكم ولازم انه يرضينا. نعم اخطا على كبارنا واخويانا. نعم اخطا بايش؟ اخطا بايش؟ تقول ما ما كلفتوا لكم ناس قد المهمه. اول خطا انك تحكينا وانت تفكر هنا، تعلم اسلوب الكلام. اذا قد اجلس زين وتفكر فيه وانا احكيك وتكلم. انا موجه كلام لاخويانا. طيب انا اكلم. انا استورد الحين بعدين بيجيك العلم. كذا ما قومك واسجنك سنتين. لا والله بصرك تبيهم يستاهلون، ما هم بينجون دايم. ما ينجزون ما ينجزون. هجل خلاص، هجل انت تسقط على اخويا، انت قلتها لنفسك. اخوياك ما ينجزون. في الفقره الجايه ان شاء الله انتم قدها تقدرون تاخذون 500 نقطه. نعم او تغشون بطريقه صحيحه. يعني ورا غش بطريقه صحيحه. لا غشيتهم بس. عقاب رجال. يعني فيها غش. يعني فيها غش. سلف صب ماء. يستاهلون. يعني انت متحيز في صفهم. في صف من؟ في صف. خليك تشوف الكاميرا. هذا هذا رعاه يومك راقد. هذا غش. تقول هذا استبعاد. احلي بيش لاخوياك. نعم نشرب. الله بيضك. لا بصبح هو هو حسين. انا والله اشوفه حتى لو انه من فريقنا، لو حلبت الربع لا تزودها ماء خلاص، ما عاد له طعم ولا عاد لك شفافيه. نعم نعم خرب على اخويا. يلا دقيقه دقيقه يا محسن. دقيقه يلا هذا انتهي. اللهم انك كذا مزبل الباب. اتبع لي مجموعه وليد. اصبر اتبع لي مجموعه وليد. يا اخوان مجموعه وليد. لا انا بنشرب منه. لا 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 دقيقه دقيقه وقف وقف علشان سلطان اخذ التب. مجموعه بصركم خالي تشربونه بصركم خالي. تقول لك والله انا بعدكم قاعد تقول ما انا انت لحال البيت ما في. لا شرب له خلاص. انت نفسي نفسي شرب له. العربي يعيون على الحليب. يلا نبي وجه. يلا استريح. يلا استريح. تعال 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 استريح ولا خصمت عليك. تعال تعال تعرف تستعطف ها؟ لابس حمدانيه يستعطف. استريح استريح. هذا استعطاف قوه. البلوزة نولها نولة الله. استريح انت ما تصلح حق برامج وطنيه. انت حق نسح حشوان. زين تبون نغير اللوكيشن اذا بتجلسون هناك؟ لان لا انت خلي الحين بدري. في طعمه ولا لا؟ حتى روه ما في روه. الله يديم النعمه. لو معطيني حليب الصافي اوفر لك. ما تبي رده ترى السطر الثاني مليان رغوه. يلا وجيهكم يا حقبل. والله ما اصبر. طيب بنختم فقرة اليوم.
وزع وزع على اخوياك حلي بعد وزع على اخوي حلي ابو محسن والله ما قصر خذ المقاط اعطاك من حليب اسلم يمكننا صايم علي لا تعطون حليب معنا هدى زياد زياد لا غير فهد لا مع حق ولا مع زلف كلها وشنو بالشفاف وجاني يستعطف قدام الكاميرا يعرف راح عرفت البس